بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الدرس السابع ببرنامج الفوتوشوب. الدرس الماضي أخذنا أدوات الرتوش. أدوات الرتوش اللي أخذناها اللي هي أخذنا الهيلينج براش تول والبراش تول والباتش تول، وأخذنا ستامب تول وباترن ستامب تول، وأخذنا البلار والشاربين والسيمب دوج، وأخذنا كمان الدوج والبورن والسبونج. وحكينا عن كل واحدة انه الهيلينج تول بتتعامل مع انه بتمحي الاثار الموجودة اللي بدي امحيها، عبارة عن نسخ من طرف لطرف ثاني. نسخ يعني نحن بناخذ عينة من مكان وبنحطها فوق بمكان ثاني، ولكن تتعامل مع الإضاءة والألوان وبتركز حالها، يعني فيها معالجة. الباتش تول نفس الهيلينج تول، ولكن ما بناخد عينة، نحن بناخد مساحة معينة من الشغل تبعنا ومساحة معينة من المكان اللي نعدل فيه، بنحطه على مكان تاني بيقوم بتغير، بصير سورس، يعني بناخد سورس او هي دي سورس، يعني بتكون هي الهدف او المصدر تبعنا لننقله من مكان الى اخر. مثل ما تعلمنا الدرس الماضي وقت حددنا الحيط ونقلناه لفوق، الحيط الفوقاني كله صار محل التحديد اللي انا محدده، وبلش ياخد تغير لونه لانه فيها معالجة. كمان الستامب نفس عمل الهيلينج تول انه عم باخد من مكان معين عينة وارجع احطها فوق مكان معين تاني، ولكن ما فيها معالجة، يعني ما رح تعدل لي لا اضاءة ولا الوان. الباترن ستامب تول هي بس عم ترسم لي نقشة معينة من النقشات اللي انا بحددهم. البلار تغبيش، شاربن هي تركيز البكسلات او ازالة التغبيش من البكسلات، ولكن كتر الشاربن ممكن يضر الصورة. سموج مزاجة تمزج الشكل اللي عندي. الدوج هي تفتيح الصورة. البورن حرق الصورة اي تغميق الصورة. السبونج كمان فيها سورس و ساتوريشن دي ساتوريشن. ساتوريشن هي زيادة كثافة الألوان، ودي ساتوريشن إنقاص كثافة الألوان. هدول اللي حكيناهم الدرس الماضي. رح ناخذ اليوم نكمل الأدوات إن شاء الله. رح ناخذ اليوم أداة سبوت هيلينج براش تول. شو بتساوي هاي الأداة؟ شوف شكلها نفس شكل الهيلينج براش تول، ولكن عليها نقط من هون كشكل، ولكن هي طريقة عملها كيف. هلا نحن الهيلينج براش تول كنا ناخذ عينة ونيجي نرسم فوق الشكل اللي بدنا نزيله. هلا سبوت بتشتغل مع صورة متجانسة. كيف يعني متجانسة؟ بتفرج على الصورة اللي قدامي انا، هي الصورة متجانسة، بحر، سما، وفي قارب صغير بقلب هذا البحر. ما في شيء تاني معيق للصورة، انه الوان كتيرة، اشكال كتيرة، هي عبارة عن شكل معين موجود صغير، وكل اللي حواليه نفس الشكل. يعني ما رح، يعني ما في مثلا والله هون مثلا سفينة تانية لازقة فيها او قريبة عليها شيء تاني. فهي الاداة كيف رح تشتغل؟ رح تشتغل بطريقة معينة. هي فرشاية بتتكبر وتتصغر. حصرا لازم انتبه هون انه بروكسيميتي ماتش عم باخد انا، مو كرييت تكستشر. هلا بنشوف الفرق بيناتهم، لانه هاي بروكسيميتي ماتش رح تخلي رح تساوي لي عمل الهيلينج تول، اما كرييت تكستشر رح تحط فوق المكان اللي انا بدي احدد عليه نقشه بس، او تكستشر هي نقشه. رح نخلي هاي بروكسيميتي ماتش. اول شيء لازم تكون الاداه حجمها بحجم الشكل، يعني انه اخذه حدود الدائره هي اللي انا موجوده عندي بحجم القارب، انه يعني مسحه واحده تاخذ مساحه القارب كله، وما تخليني مثلا اني اطلع وانزل وروح ويجي. مثلا انا بشوف شو رح يصير هلا هون بعد المعالجه، هي بتخرب الصوره، ما بصير تكون صغيره، يعني انه بصير بدي اطلع شوي لفوق، لا انزل لتحت. حجم واحد، هي عباره عن كبسه واحده مع سحبه. لازم انا اخد شقفة من قبل القارب وشقفة من بعد القارب لحتى تمشي هاي الاداة.
كبست كبسة بمشي فيها لبعد القارب بشوي، بترك ايدي، اختفى القارب. هي شو عملت الأداة؟ هي شافت انا بشو محيط فيه، لانه انا اخد، ما قلنا لكم قبل القارب شوي وبعد القارب شوي، وهي اخذة لفوق ولتحت. وهي اخذة مساحة لفوق لتحت، بصير هي لحالها تكتشف الالوان وتعمل معالجة للشي اللي انا محدده. شايفين كيف من فوق اخذ شوي، من تحت القارب اخذ شوي، من على اليسار ومن على اليمين، قارنت كل الالوان اللي حواليها وراحت حطت منها. مثلا رح صغر الاداة وامشي بشكل عشوائي، شوفوا كيف رح ما رح تزبط الاداة. زبطت والله. يعني اذا كان ها مثلا هيك، ما لي اخذ شقفة من خارج القارب، شايفين كيف؟ يعني انا ما رح اضم شقفة من خارج القارب، ولكن رح اخذ مثلا هالمساحة، ما رح يروح القارب، رح تعمل عندي مشكلة. هي هيك عمل الاداة. انه اذا كان طبعا حصرا لازم يكون الشكل متجانس عندي، حواليها نفس الالوان نفس القصص كل شيء، يعني البحر موجود كله، ما في سفينة تانية مثلا دار يعني جاي امام هي الصورة لحتى تعمل لي مشكلة. هيك تشتغل الاداة. رح نحكي على اداة تانية اللي هي Content Aware Move Tool. شايفين كيف شكلها؟ سهمين متعاكسين جايين مع بعض. هاي الأداة رح تسمح لي إني حدد هذا الشكل. طبعا أنا بحاول بحدد بكل تأني، أنا عم باخد مع حواف لإله الشكل، يعني إنه عم بطلع لبرا إجباري، ما عم باخد على حافة الشكل تمام، باخد شوي جزء من البحر. هاي الأداة شو رح تعمل؟ رح تسمح لي إني أمسك هذا الشكل اللي أنا حددته وأنقله لمكان تاني. ما واللي بتساويه هي انه رح تعبي المكان اللي رح اشيل منه هذا الشكل بالبحر اللي انا شلته. شوف كيف، يعني مثلا انا مسكتها وحطيتها هون الاداة، العنصر عم بيعمل معالجة، اختفى الشكل من هون، انتقل الشكل لهون. هاي عبارة عن نقل. هاي بس بالفوتوشوب سي اس 6 موجودة، غير النسخ اللي قبل مو موجودة هاي الأداة. رح نحكي على أداة أخيرة، هي Red Eye Tool، العين الحمراء. رح نجي على صورة فيها العين الحمراء. شلون تيجي هاي العين الحمراء؟ مثلا أنا عم بدي أصور بكاميرات موبايل أو أي كاميرا فيها فلاش بالليل، رح تضرب الفلاش على العين ويرجع يرتد على عدسة الكاميرا، فرح تطلع لون العين الحمراء. كيف بزيل هاي العين الحمراء؟ باخذ بختار الأداة تبع ريد اي تولز، بحط بوسط العين وبكبس كبسة وحدة، برجع على العين الثانية بكبس كبسة وحدة لحالها، طلعت لي دائرة على الأحمر ولونها سودا. طب كيف أنا هي طلعت لي هاي الدائرة؟ حجي اتفرج في هون بالخيارات، بشريط الخيارات تبعها بابل سايز. بابل سايز 50، نحن عم نقول 50% حجم الدائرة رح يكون. إذا بكبره أكثر رح تكبر قطر هذا الدائرة اللي أنا عم بيرسم هون عن هي على هي العين. الدارك أماونت هي شدة ظلمة هي الدائرة اللي أنا عم تنحط. هلا عم تنحط دائرة سودا، ولكن الظلام تبعها 50%. إذا حطيته 100% شوفوا كيف رح تشتغل. شايفين كيف سودا كتير صارت. بيجي هاي مثلا كبر هذا البابل، شايفين كيف تحدد، يعني رح احط 100 محطوطة 100، شايفين كيف شكلها؟ هي ما كبرت قطر الدائرة لا، ولكن حواف تبع الدائرة صارت حد كتير، شايفين كيف؟ راح ارجع اخليها 50، هاي راح ارجع اخليها 50، شوف الفرق كيف كان شلون صارت. ها
شايفين كيف تتماشى مع الرمادية هي جاية وماشية مع العين بشكل سلس، شايفين هيك كانوا هيك صاروا. رجعت العيون تقريبا مثل ما هي. هاي أدوات الرتوش اللي بنشتغل فيها. رح نحكي عن خيار من الخيارات هلا جديد شوي. أنا هاي الصورة عجبتني وحابب أسويها أبيض وأسود. كيف فيني أسويها أبيض وأسود؟ من قائمة إيميج أدجستمنت في خيار اسمه بلاك أند وايت. بلاك اند وايت اختصاره الت شيفت كنترول بي. بلاك اند وايت صارت ابيض واسود. هون شو طلعت لي شاشه الالوان احمر اصفر اخضر سيان، هذا سماوي ازرق وماجنتا. اذا بنتفرج هي دمج بين الار جي بي والسي ام واي كي. الماجنت الريد هو عم بيقول لي هون يتحكم بنسبه الالوان وغمائتها والابيض والاسود تبعها بالنسبه للالوان. هلا الصوره تبعيتي زرقاء، فانا اذا بتحكم بالازرق بتغمق الصوره او بتفتح. شايفين كيف بالازرق رايي هيك، شايفين اخضر ما لح عدل كثير لانه ما في عندي بالصوره كلها زرقاء، احمر ما لح ياثر شيء، القارب يمكن كان لونه احمر بس. انا هاي الصورة هيك عجبتني. مثلا بيجي هلا هاي صارت ابيض واسود، هيك انا بحول الصور لابيض واسود. هلا بدي احكي عن قائمة اسمها هيستوري. هيستوري هاي القائمة، هاي القائمة من اسمها تاريخ، يعني فيها زمن. شو يعني؟ يعني انا وقت بتحرك اي حركه بتتسجل بهالقائمه، كل ما اتحرك حركه بتتسجل بهالقائمه. يعني هلا مثلا انا فتحت الصوره، اول ما فتحت هيك هاي الاوبن، بعدين عملتها بلاك اند وايت صارت بلاك اند وايت. مثلا رح احط اخفي القارب، اختفى القارب ليكا، يعني استعملت سبوت هيلينج براش. طيب بدي ارجع خطوه لورا، هي كنترول الت زد، عم برجع خطوه. تفرجوا على الهيستوري شلون رجعت خطوه لحالها، كنترول الت زد رجعت خطوه. فانا فيني بطريقه الكبسه عليها كمان انه مثلا قديش بدي ارجع، مثلا عامل مثلا 20 خطوه، فكل ما بدي ارجع كل ما ارجع يعني بضلني اكبس كنترول زد كنترول زد كنترول الت زد، يعني طويلة ممكن احيانا يوصل انه بعد 20 خطوة بدي ارجعهم كلهم. فانا ممكن اروح على هاي القائمة دغري بعد 20 انه اشوف انا وين بدي ارجع، بكبس عليها بتقوم ترجع خطوة، بكبس على الخطوة اللي قبل بترجع. هلا هون فيني سجل 20 خطوة، طبعا هاي الخطوات فيني زيدها فيني نقصها. رح نشوف منين، من قائمة ايديت في عنا بريفرنس، رح فوت على جنرال رح فوت على بعد ما فتنا على الجنرال في خيار اسمه بريفورمز بريفورمنس. اذا بيجي لك على الهيستوري ستاتيوز كاتب لي هو 20 خطوه. طبعا كل ما زدت عدد الخطوات كل ما زاد حجم التخزين بالذاكره. هلا هي البريفرنس هي فيها كل شيء اعدادات للبرنامج، بغير كتير شغلات فيها. هلا بنشوف شوي فيه. هون عم بيقول لي وين بدك تحفظ الشغل تبعك، سكتشنج ديسك على السي على الدي على الاي على الجي، وين بدك بتحطه. هون قديش بيستخدم من الذاكرة اول ما يفتح، قديش بعطيه مساحة من الذاكرة 60% اخذ. هيستوري مثلا فيني احطها 50 او 30 او هاي مثلا 50 خطوة هاي 40 خطوة، بس طبعا هي ال 40 خطوه رح تاخذ من الذاكره. هون عم بشتغل بانو الكاش تبع الليفل، الكاش ليفل تبع المعالج. يعني هي اعدادات بصراحه انا ما كلها بعرفها، بعرف الهيستوري عشان اغير فيها، ما جربت اعدل بشي تاني قبل بمره.
في عندي بالجنرال انترفيس هون مثلا كورسز كورسور كورسرز بينتينج كورسر مثلا. هلا انا عم بستخدم الفرشاية، بتطلع لي دائرة شكل الفرشاية، فيني غير انا ستاندرد انه مثلا كل شكل عم بستخدمه بضل يطلع مثل ما هو. مثلا فرشاية ليك عم تطلع شكل الفرشاية، سطل دهان بيطلع شكل سطل دهان، ما رح يطلع دائرة. هون بتطلع بير سايز، بتطلع إشارة زائد ونقطة بتشتغل فيها. نورمال براش تايب دائرة، فول براش تايب دائرة كبيرة. هاي أداة امتصاص اللون، ستاندرد أو نقطة معينة، يعني هاي الخصائص بالفوتوشوب. هون الطبقات ما بتتذكر وقت حكينا عنها انه هي عبارة عن رقعة شطرنج، فيني غير لونها تكون هيك لونها، فيني احط الالوان دارك انه تساويها دارك، فيني احطها ريد، فيني اسويها اللي بدي اياه، فيني اختار انا الوان من عندي مثلا احمر وازرق مثلا عشان تضوج عيون الواحد. يعني هاي خيارات ثانوية للفوتوشوب بتكون. فيني احطهم سمول كتير، فيني احطهم لارج، انا محطوطة ميديوم. هاي خيارات ممكن اللي بيحب يعدل كتير بخصائص الفوتوشوب، هذا كبرنامج عم تعدل بالبرنامج كله، فبفوت لهون بيشوف الخيارات اللي بده اياها. هلا انا حطيت انه عندي، هلا هون صار مسمح لي اني استخدم 40 خطوة لحتى ساوي يعني فيني 40 عملية تراجع، لانه هلا اذا مثلا حطيت 41 رح تمحي اول خطوة بتسجل بعد بدالها، يعني هاي كلمة open رح تروح وتصير بعدها خطوة رقم 41، لانه ما مسمح لي غير 40 خطوة انا فيني اشتغل فيها. عملت خطوة 42 بلاك وايت بلاك اند وايت، لحتى ارجيكم مثلا كيف كل خطوة، كل كبسة بتاخذ خطوة. مثلا هاي الأداة الفرشاية حاخد هذا اللون مثلا عشان بس يبين معي، كبست كبسة حط لي براش تول، جيت كبست كبسة ثانية حط لي براش تول مرة ثانية، كل ما بكبس كبسة بحط لي براش تول، شايفين كيف؟ يعني كل كبسة بخطوة. تخيل انا عم بكبس 40 خطوة وجيت عملت خطوة تانية 41، وين بدها تروح؟ محل الاوبن. طيب هلا انا اللي بدي احكي كمان شغلة، انه في عندي اداة من ادوات اسمها اداة هيستوري، هيستوري براش تول. شو هاي بتساوي؟ هاي بتعمل تراجع للمكان اللي انا بكبس فيه بالصورة، بس وين؟ تفرجوا هاي الاداة شكلها هون، ليك وين محطوطة؟ هون. يعني انا الصورة الاصلية بدها ترجع، فيني ارجع لغير مكان، فيني للبلاك اند وايت، فيني ارجع لاي مكان بدي اياه بالصوره، بس انا عم احط مثلا على الصوره الرئيسيه. مثلا اذا كبست هيك، شايفين كيف؟ او من هون، ها الصوره كانت ابيض واسود وانا عملت تراجع للصوره الرئيسيه بمكان معين. مثلا هيك بعطي تاثير انه هي هيك نص ابيض واسود ونص الصوره ملون مع السماء. يعني فيني اعطي تأثيرات حلوة عليها. في عندي آلة تراجع اسمه Art History Brush، بترجع بشكل غريب بصراحة، ما بعرف لشو بتستخدم، ولا مرة استخدمتها، بتعطيني جعلكة بالصورة، شايفين كيف؟ مع مزج وتغبيش، ما بعرف لشو هاي الأداة اخترعوها بصراحة، ما جربت اشتغل فيها ولا مرة. بدي احكي عن امر تاني كمان، رح ارجع للصورة اوبن. في عندي شيء اسمه اكشن، الاكشن هي عبارة عن مجموعة من الخطوات محفوظة بالفوتوشوب فيني استخدمها مباشرة. مثلا هون عم بيقول لي وات فروم فريم، اطار هاي القائمة، طبعا منين بدي طلع هاي القائمة اذا ما موجودة؟ من قائمة ويندوز اكشن.
حتى الهيستوري مو موجودة، قائمة هيستوري ويندوز هيستوري، في قوائم كتير أو ألواح كتير. مثلا وود فريم رح احط له ران، قل له كونتينيو، لحاله رح يعمل خطوات هو مسجلها، وآخر شي طلع لي صورة. شايفين مع تغبيش حط لي إطار، عمل لي شوية تأثيرات هون. يعني هاي البروش، هاي الأكشن. ليكو بالهيستوري، بالهيستوري الخطوات كلها موجودة، الخطوات كلها موجودة. فأنا برجع للأساسية وبمشي الباقي أنا ما بدي، بس عم برجيكم شلون تشتغل هاي الأداة. هاي الاكشن، طبعا فيني انزل اكشنات من الانترنت وحطها عندي بالفوتوشوب. ان شاء الله بدرس ثاني رح نتعلم كيف نحط اكشنات ونحط امور جايبينها سحبينها من الانترنت، خطوط، فراشي، اي شيء نسحبه بنقدر نحطه بالفوتوشوب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، يعطيكم العافية، السلام عليكم.